بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم حدث تزايد الحزمة اللي من خلاله راح نحصل على سكين سكار بشكل دائم. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، لا تنسون من اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة، نروح هنا على العرض اللي هو تزايد الحزمة. مثل ما تشوفون هذا العرض قدامنا، مثل ما تشوفون يا شباب هذا هو الحدث قدامنا. عندنا مجموعة عروض وعندنا هنا مهام. المطلوب من عندك شو تسوي؟ تسوي هذه المهام كلها، هذه المهام كلها تسويها حتى تحصل على هذه القطع السيلفر او القطع او العملات اللي موجودة هنا حتى تستغلها بهذا العرض. فاللي مطلوب من عندك تسوي هذه المهمات. المهمات كل السهلة، يقول لك هنا سجل الدخول 5 من الايام، هنا يقول لك اقضي ما يزيد عن 60 من الدقائق في اللعبة، وهنا يقول لك اقضي ما يزيد عن 30. كلها مهمات سهلة وما يحتاج لها شرح. تسوي هذه المهمات يا صديقي وتروح هنا على اخر عرض. اكرر، مو تغلطون مثل ما سويتوا بالسلاح الاس كي اس، لا تغلطون هذا الغلط دائما. ترحون على اخر عرض، هاي العروض كلها مو مجانية ما تفيدنا. نروح على اخر عرض اللي هو العرض المجاني، هذا العرض اللي يقول لك القيمة الكلية ب 1500 يوسي. هنا لازم يكون عندك شدات 300 شدة، لازم يكون عندك شدات ضروري 300 شدة حتى يرجعوا لك اياهم. من تسوي هذه المهام اللي هنا، شوف هذه المهام من تسوي هنا تحصل على كل مهمة، هنا تحصل على 200 من هذه القطع، وهنا تحصل على 60، وهنا تحصل على 30، وهنا على 100، لحد ما انت تجمع 800 قطعة من هذه القطع. وتجي هنا على اخر عرض مثل ما تشوفون هنا يقول لا يوجد عملات، يعني انا بعدني ما مسوي المهام. تجي هنا على اخر عرض اللي هو 300 يوسي زائد 800 من هذه القطع السيلفر او القطع اللي نحصلها من هذه المهمات اللي نسويها هنا، وتشتري اخر عرض. اكرر يا شباب ويا بنات، تشترون اخر عرض. من راح تشتري راح ياخذ من يمك 300 شده، وراح ياخذ من يمك 800 نقطه. ومن تشتري العرض راح تحصل على 300 شده، يرجعوا لك اياهن الشدات نفسها صرفته، راح يرجعوا لك اياها. بالاضافه راح يرجعوا لك هذا اللي ينطوك هذا سكين السكار اللي هي الماس القرمنزي. هذا السكين السكار حصله ايضا بشكل مجاني، وراح تحصل على هذه قسيمه صندوق الكلاسيكي لمده 30 يوم. هذا هو الحدث ببساطة يا شباب. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وطبعا اكرر واقول تشترون اخر عرض. هذه العروض اللي قدامكم كلها مو مجانية، تشترون اخر عرض اللي هو القيمة الكلية ب 1500 شدة. راح تصرف فقط 300 شدة، ومن راح تشتري العرض راح يرجعوا لك 300 شدة، راح يرجعوا لك وينطوك سكن سكار، وراح ينطوك قسيمة صندوق الكلاسيكي تخفيض ل 30 شدة. فأي سؤال أي استفسار يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع أصدقائكم، وبس أشوفكم خير.